المكان عينتيبي في أوغندا، الزمان 2 فبراير. لقاء بين هرمي السلطة في إسرائيل والسودان بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان، وخلاصة الاجتماع الاتفاق على بدء التعاون بما يؤدي إلى تطبيع العلاقة بين البلدين. نتنياهو وصف الاجتماع بتاريخي، مؤكدا في بيان أن البرهان يريد مساعدة بلاده من خلال إنهاء عزلتها على خريطة العالم. فيما قالت الحكومة السودانية إنه تم دون إخطارها أو التشاور معها، وأنها ستنتظر توضيحات أكثر بعد عودته. أما تجمع المهنيين السودانيين وعلى لسان محمد الأمين عبد العزيز، فقد أكد لموقع الحرة على أن التطبيع مع إسرائيل لابد منه من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد لتقديم السودان كدولة مدنية. ولربما شطب اسم السودان مؤخرا من القائمة الأمريكية السوداء لانتهاك الحريات الدينية وتوجيه دعوة لرئيس مجلسه السيادي لزيارة واشنطن يبرز أن دفئا في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة. ولطالما اتهمت السلطات السودانية في عهد البشير إسرائيل بدعم التمرد في جنوب السودان، فيما اعتبرت إسرائيل السودان فيما سبق تهديدا أمنيا للاشتباه بأن إيران تستخدم أراضيه ممرا لتهريب الذخائر لقطاع غزة. داخليا، سيساعد تطبيع العلاقات مع السودان في إبراز المؤهلات الدبلوماسية لنتنياهو قبل شهر من الانتخابات المرتقبة، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تعهد نتنياهو بترحيل السودانيين الذين يمثلون نحو 20% من العمال غير الشرعيين في إسرائيل. وفي السنوات الأخيرة عملت إسرائيل على تحسين العلاقات مع عدد من الدول الإفريقية، وفي حال التطبيع ستكون عينتيبي الأوغندية علامة فارقة لنتنياهو، وهو الذي زارها في يوليو العام 2016 لإحياء ذكرى مرور 40 عاما على عملية تحرير رهائن الإسرائيليين من ركاب طائرة خطفها فلسطينيون في مطار عينتيبي وقتل فيها شقيقه جوناثان.